أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن
ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيض فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء
إنك لأنت الحليم الرشيد إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد المرفود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وبئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلف نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to everyone. Alhamdulillah, today I have recited Surah Hud. Like I said yesterday, I was going to recite Surah Hud. And I finished the entire Surah, Alhamdulillah, from beginning to end. Ayah 1 to Ayah 123. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So in Surah Hud, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala talks about a lot of prophet stories. Allah subhanahu wa ta'ala starts off the surah by talking about Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam's story first. And I briefly discussed Nuh alayhi salam's story when he was building the ark. And then he told his son to come aboard. And his son said, I'm going to seek refuge in the mountain. And Nuh alayhi salam told his son that there's no refuge today except for Allah subhanahu wa ta'ala's refuge. And his son became an unbeliever and was
destroyed as an unbeliever and he wasn't saved. Then Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of Ad. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. And he talks about the story of Ad and the people that were sent to Ad. The prophet that was sent to Ad, the people of Ad was Hud. Hud was sent to them. And Allah subhanahu wa ta'ala talks about that story in Surah Hud as well. And then Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of Thamud, the people of Thamud. The people of Thamud were sent their brother Salih. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. And as well, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of Ibrahim alayhi salam. After he talks about the story of Thamud, he talks about the story of Ibrahim alayhi salam. And after he talks about the story of Ibrahim alayhi salam, he talks about the story of Lut. Lut, the nephew of Ibrahim alayhi salam. And then he goes on to talk about the story of the people of Shu'aib. The people of Shu'aib was Madian. The people of Madian, that's were the people of Shu'aib. And Allah subhanahu wa ta'ala then ends the surah beautifully. And he talks about salah. And he talks about good deeds. And he talks about what expiates good deeds. What expiates bad deeds, meaning doing good. It's a beautiful Surah Hud is a very beautiful surah, and what I'm going to do, inshallah, is I'm going to go through the stories, because we talked about the story of Hud, the story of Nuh alayhi salam. Inshallah, tomorrow we will discuss the story of after Nuh alayhi salam, who Allah subhanahu wa ta'ala talks about, which is the story of subhanallah. After Nuh alayhi salam, the story of Ad. Inshallah, we will discuss that. But today, because we are nearing the 20th day of Ramadan, alhamdulillah, we are nearing the 20th day of Ramadan, and we know that after the 20th day, then starts the last 10 days of Ramadan, and the last 10 days of Ramadan are extremely crucial, extremely crucial, extremely crucial. So Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam actually says that, you know, the first 10 days of Ramadan are the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is sent down, right? So we pray for mercy, right? We ask Allah subhanahu wa ta'ala for his mercy during the first 10 days. We make du'as that have to deal with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the next 10 days, the middle 10 days, which we are in right now, are the days that the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, are the days of forgiveness. The middle 10 days are Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness is coming down. So during these 10 days, we ask Allah subhanahu wa ta'ala for his forgiveness and for his maghfirah. And then we know the last 10 days is when Allah subhanahu wa ta'ala is, the last 10 days Allah subhanahu wa ta'ala is basically the days of accepting people into hellfire, releasing people from the hellfire and accepting them into Jannah. So we are in the middle 10 days, alhamdulillah. And Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful and the most forgiving, right? So I want to discuss very, very, very briefly that in these middle 10 days, what we should be focusing on is the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, the other day I was talking to one of my young students here, 19-year-old boy, and he was worried that he'd done so much wrong. And sometimes he worries that, will Allah subhanahu wa ta'ala even forgive him for the wrong that he did? Will Allah subhanahu wa ta'ala even forgive him for the wrong that he did? And we had a long discussion. He said he thought that he was so deep into the hole, can he get out? And so I had to sit here and talk to him. And one of the things that I told him was that, you know, if you recite the Quran, you know, most of the Quran you find that Allah subhanahu wa ta'ala talks about his mercy. And only in few places does Allah subhanahu wa ta'ala even mention punishment and mention his wrath. But most of the Quran is talking about what? Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and his forgiveness. Most of the Quran. So much so that 113 out of the 114 chapters of the Quran begin with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Right? We're beginning with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, who is extremely merciful at the moment, right now when you need it. And as ar-Rahim, who is merciful not
just right now, but everlastingly merciful. Meaning he's always merciful. He's merciful today, he's merciful tomorrow, he's merciful next week, he's merciful on the day of judgment. And I told him something that I think blew his mind. And I want to just share that with you guys. So Allah subhanahu wa ta'ala, we're talking about Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. There's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that mercy was divided into 100 parts. When Allah subhanahu wa ta'ala created mercy, he divided into 100 parts. And he took one part of mercy and he kept 99 away. And in this one part of mercy, he distributed that one part of mercy throughout our lifespan. Meaning, all from when the earth was created and when beings were created, all from the beginning of time all the way till the end of time, Allah subhanahu wa ta'ala took that one part of mercy and he, with that mercy, distributed it to every creature, meaning all of the human beings, all of the jinn, and all of the animals, are all the mercy that we show each other is all part of that 1%, that one part of mercy. That means the mercy that a father has for their child is in that 1%. The mercy that the mother has for the child is part of that 1%. The mercy that the brother has for the sister and the sister has for the brother. The mercy that friends have amongst each other. The mercy that a teacher has for the students. The mercy that a student has for the teacher. The mercy that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had on his people, on us, the ummah of his ummah, is all part of that one part of mercy that Allah subhanahu wa ta'ala sent down. The mercy that all of the prophets had with their nation. The mercy that Yusuf alayhi salam had with his brothers when they threw him into the well, when he forgave them. That mercy is all part of that one part. But the question begs then, if only one part of that mercy is distributed within amongst all human beings from the beginning of time all the way till the end of time, then where is the rest of the 99 part of mercy? If only 1% has been distributed, where's the rest of it? Allah subhanahu wa ta'ala says that he is keeping the 99 part of mercy for him on the day of judgment so he can forgive us. Subhanallah. Can you just imagine that? 1%, one part of 100 was given to every single creature on this earth. The mercy that I have for my mother, the mercy that I have towards my wife, the mercy that I have towards my children is all a fraction of that 1%, of that one part. And 99 parts, he's keeping for the day of judgment. So when we come on the day of judgment and we're scared and we're overwhelmed with our sins and we're sweating so much because of what we have done in this world, Allah subhanahu wa ta'ala says, 99 part of that mercy is for that day. So he can use that 99 part of mercy and forgive us. Allahu Akbar. When you think about this, isn't it amazing how merciful Allah subhanahu wa ta'ala is? Doesn't it give you so much hope that inshallah we will all be forgiven for everything that we do in this world as long as we come back and repent to Allah subhanahu wa ta'ala? He will no doubt show us mercy. There is no question that Allah subhanahu wa ta'ala will show us mercy. Wallahi, brothers and sisters, there is zero doubt in my mind that you and I, inshallah, on the day of judgment, we will be shown Allah subhanahu wa ta'ala's mercy when he will tell us to enter Jannah. Udukhulul Jannah. Antum wa azwajukum. Udukhulul Jannah. Antum wa ashiratukum. Subhanallah. He will tell us, enter Jannah. And he will look at us, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannati. That it will be told to us, O you soul that was inclined towards your Lord, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, who had tranquility, soul that was tranquil, irji'i ila rabbik, come to your Lord, radiyatan mardiyya,
pleased with him and he's pleased with you. Radiyatan mardiyah, pleased and tranquil. فَدُخُلِي فِي عِبَادِي. So enter فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي. Enter Jannah. Enter my mercy and enter Jannah. And this will be told to us inshallah on that day. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala says he is so merciful that he has kept 99 parts of mercy for that day when we will be so scared and we will be begging for his mercy. He will have mercy on us on that day. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. So my dear brothers and sisters, when we hear things like this, doesn't it make us want to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala? Doesn't it make us want to worship Allah subhanahu wa ta'ala more? Doesn't it make us want to stop sinning? Doesn't it make us just want to bow our heads on the ground and say, Subhana Rabbi al-A'la. How perfect is He above everything? Doesn't it make us want to do that? Isn't our heart softened by the fact that Allah subhanahu wa ta'ala loves us so much that He has kept 99 parts of mercy for Him on that day so He can forgive us? Isn't that amazing? We worry about our sins in this world, and rightfully so. When we commit sins, we worry. But we should never, ever lose hope in Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. We should never, ever despair in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. For He tells us in the Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala tells the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to tell us, يَا عِبَاد, O my dear servants, my dear slaves, الَّذِينَ أَسْرَفُوا, those of you who have transgressed against your own selves, who have committed so much wrong that you feel like there's no hope, لَا تَقْنَطُوا, do not ever despair. It's a command from Allah subhanahu wa ta'ala. Do not ever despair in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Certainly, no doubt about it, Allah subhanahu wa ta'ala forgives sins, all sins altogether. He forgives all of our sins. If we come to Him with a mountain of sins, Allah subhanahu wa ta'ala says that He will forgive it, فَلَا أُبَالِي, and He will not even think twice about it. Do not ever despair. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Certainly He, Allah subhanahu wa ta'ala, is exceedingly, exceedingly forgiving and everlastingly merciful. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy on us on the day when there will be no mercy but His. I ask Allah subhanahu wa ta'ala for us to acknowledge how merciful He is and to work towards the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. I ask Allah subhanahu wa ta'ala for us to never, never, ever give up hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. For us to never, ever, ever despair in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. For this is the trick of shaitan, to get us to think that Allah subhanahu wa ta'ala will never forgive us. No. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you just call out to me, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. When my slaves ask you and wonder and ponder about me, certainly I am near. I'm right there with them. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, do not ever give up hope in His mercy. So I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He shows us all and showers us with His mercy and His rahmah and His forgiveness. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.